أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، وحلقة اليوم من باريس عن سي عبده اللي هو عبد الحمولي، ومعنا عمنا الشيخ فريدريك لاجرونج يحدثنا عن سي عبده. طب ايه وقت خلي الناس تفتكر ان سي عبد الحمولي جه باريس؟ يعني هو ما جاش باريس، ها؟ يقال انه سافر فيينا، على فكرة يقال انه سافر فيينا، هكذا يدعيه قسطندرس. المهم ان اهم تفاصيل في حياة اهم موسيقار في القرن 19 هي اخبار متفرقة لا يمكن ابدا التأكد من صحتها، واتت من خلال المعاصرين له واصدقائه، كعلى سبيل المثال الشاعر خليل مطران. هناك مصادر اخرى، لكن اهم كتاب بيتكلم عن عبد الحمولي واللي بنلاقي فيه اكبر عدد من الاخبار المتعلقة بحياة عبد الحمولي هو كتاب الموسيقى الشرقية والغناء العربي لقسطندرسق. والخبر المؤسف والمفرح في آن واحد انه هذا الكتاب مليء بالتفاصيل الدقيقة عن حياة عبد الحمولي، ولكن كما سيتضح عندما نأتي بهذه الأخبار، عدد كبير من هذه الأخبار مشكوك في صحتها، لأنها بكل صراحة وبكل بساطة غير منطقية. صح، فإذن التفاصيل الغير دقيقة عن حياة عبده. وثانيا، يبدو ان قسطندرسق كان منحاز لاقصى درجة بالعائلة الملكية الحاكمة في مصر قبل ثورة 52، وهو بيقدم الخديوي اسماعيل، وبيقدم بالتالي عبد الحمولي وسيرة عبد الحمولي، وكأنه بيقدم ولي من اولياء الله الصالحين الواقع. المهم ان عبد الحمولي ولد بين سنة 1836 وسنة 1845 بالقرب من طنطا، تكون في قرية من عمل طنطا، من والد تاجر بن. ويبدو أن أخوه الأكبر غضب من والدهما، وأن الوالدان قد فرا من بيت العائلة، وأن المراهقين قد وصل إلى مدينة طنطا، وأواهما المطرب وعازف القانون المعلم شعبان. والمعلم شعبان توسم في صوت عبد الحمولي أمارات النجاح، فاستغله لغاية أن المعلم شعبان أكبر هذا الفتى عبد الحمولي أنه يتزوج من بنته، لكي يضمن أن عبد الحمولي هيقعد معاها، وأن أهم حاجة أنه مش هيروح لأهم منافس للمعلم شعبان اللي كان معلم آخر اسمه محمد المقدم. هيروح له فعلا؟ ها؟ فعلا. على فكرة في حد من المحدثين في طنطا قال لي ان المشاكل بين عبد الحمولي واخوه وابوه هي اصلا مشاكل مرات اب، وهي مشكله تقليديه طبعا في مصر. تماما. حمولي في اخر المطاف طلق زوجته الاولى واشترك مع المقدم الاول في طنطا، ثم انتقل الى القاهره، وفي القاهره كان بيغني في البدايه حصيله تقليديه جدا من الموشحات، هذا عصر ما قبل الادوار على حسب مقوله قسطندرسق، وانه كان بيغني هذه الموشحات على طريقه شاكر الحلبي الذي اتى بهذه الموشحات الحلبيه او الشاميه بصفه عامه في مصر في نهايه القرن 17. على فكره في خلط في الاسم عند قسطندرسق، نسميه شاكر الحلبي، بينما عند محمد شهاب الدين قايل شاكر الدمشقي مثلا، ففي خلط هنا عند قسطندرسق. وبعدين اظن انه كان في ادوار، يعني كان المسلوب موجود وكان غير المسلوب موجودين، اعتقد انه كان في ادوار مش بس حصيله مشهد. اظن انها الفتره التي كان الدور لا يختلف بشكل جذري عن الطقطوقه، او ان شكل الدور لسه لم يكن قد استقل بشكل واضح وتام عن شكل الطقطوقه اللي هم في مساحة الارتجال الواضحة والمهمة جدا في الدور، حتى في الأدوار البدائية كأدوار المسلوب وغيره. المهم أن في هذه الفترة عبد الحمولي كان لازال فتى يرتدي الجلباب التقليدي على الطريقة السكندرية، ويلبس التربوش الغامق اللون، وكان يشتكي من سوء معاملة المقدم له الذي أصبح يستغله تماما كما كان المعلم شعبان يستغله من قبله. فقرر أنه يستقل وأنه يكون تخت
وهذا التخت أصبح بسرعة أهم تخت في مصر، وربما حدث هذا في أيام سعيد باشا، ولكن طبعا نفتقر إلى مثل هذه المعلومات الدقيقة. يقدم عبد الحمولي كمجدد، وبالتالي اتهم من قبل التقليديين. أنا طبعا ما عنديش أدنى فكرة ما معنى التقليديين، ما معنى هذه الكلمة التي يستخدمها رزق، ربما للدلالة على موسيقيين كالشلشلاموني أو كالمقدم أو كقسطندي منسة وغيرهم من أهم الموسيقيين في القرن 19. ويدعي رزق وغيره من المصادر أن عبد الحمولي كان مجددا بحيث أنه كان يخرج عن القواعد الثابتة للغناء، ومثل هذا التجديد وقوة صوته وطلاوة صوته خلى كل هذه العوامل خلت صيته وسمعته تمتد إلى الأوساط الأرستقراطية، لدرجة أن عبد الحمولي قد ألحق إلى معية الخديوي في قصر عابدين في أيام الخديوي إسماعيل. بعض المعلومات تدعي أنه كان في البداية عندما ألحق إلى معية الخديوي أنه كان ممنوع أنه يغني في الأفراح الخاصة والأفراح العامة بدون إذن مكتوب بيد العاهل، بيد الخديوي إسماعيل. طبعا عبد الحمولي اعتبر مثل هذه الشروط مهينة تحط من شأنه، وألغيت هذه الشروط في مرحلة لاحقة. فأصبح عبد الحمولي المطرب المفضل لدى إسماعيل باشا وصار أفندي، أصبح برجوازيا جاز التعبير، شال العمة. بالضبط، هو شال، يعني يبدو في البداية ما كانش لازم يشيل العمة، ما كانش لابس عمة، كان لابس طربوش، بس هو غير نوعية الطربوش، يعني انتقل من طربوش الأرياف إلى الطربوش الإسطنبولي الكلاس، يعني الشيك قوي، وضرب البدلة مكان الجلابية وبتاع. بالضبط بالضبط. وتقول هذه المصادر أن عبد الحمولي كان يغني جالسا، وعلى فكرة احنا عايزين لغاية دلوقتي اننا نكتشف متى اصبح المطربون العرب يقومون عند الغناء، متى فرضت نفسها عادة الغناء واقفا بدلا من الغناء جالسا. مش ممكن يكون المسرح الغنائي هو السبب؟ يعني لأنهم كانوا بيغنوا أثناء التمثيل فبالتالي كانوا واقفين وبعدين أصبحت عادة مثلا؟ احتمال. أنا عندي فرضية تانية اللي هي ممكن الصوت يوصل لمساحة أبعد لو كان الواحد واقف من أنه لو قاعد. أنت رأيك كيف الموضوع؟ المنشدين في الجوامع وفي الحلقات الصوفية بينشدوا قاعدين، بيكون يعني صوتهم جهوري خالص. طيب مش عارف إذا ده سبب، أو يمكن لأنهم كانوا بيمسكوا آلات فكانوا بيبقوا قاعدين، يعني مثلا مطرب كان بيمسك عود صح مثلا، فبالتالي كان قاعد، فلما بطلوا يمسكوا عود بقوا واقفين. ممكن يكون الكلام ده ايضا تشبه بالمطربين الغربيين بالغناء الغربي، شيخ البعيد سروبات، ممكن يكون اثر غربي من هذه التأثيرات الغربية اللي الواحد مش شايفها. يعني الناس عندها فكرة ان التأثير الغربي يكون في الماجور والمينور او الالات الموسيقية المستخدمة في التخت او في الاوركسترا او في الفرقة العربية، ولكن في تأثير غربي غير مرئي غير واضح لهذه الدرجة، ولكن قد يكون أكثر تأثيرا وقد يكون أكثر فعالية وتغييرا للأعراف الموسيقية. ممكن يكون في تأثيرات غربية أكثر أهمية وأعمق بكثير من التأثير الواضح الباين قوي زي الآلات أو غيرها. تقصد الوقفة؟ أقصد الوقفة، أقصد طرق استهلاك الموسيقى، أقصد اقتصاد الموسيقى إلى غير ذلك، حتى طريقة إخراج الصوت. أكيد أكيد. فأصبح أفنديا، أصبح المطرب المفضل لدى إسماعيل باشا، كان يغني إذن قاعدا ويداه مزدانتان بالخواتم الثمينة، وهو يمسك في يده اليمنى السبحة الكهرمان ويفرك على يده قطعة من العنبر، وكان يشتم رائحة العنبر وهو يغني، وقد تكون عادة متبعة حتى الآن، ليس كذلك؟ صح، كتير جدا من نفسي معين كذا منشد بيفركوا على إيدهم، يا أما مسحوق يا أما زيت دهن، أو بيحطوه في منديل ويقربوه من مناخرهم من حين لآخر عشان ينظفوا غبرة الهواء يسلكوا مناخرهم يعني. أو في بعض الناس اللي بيغنوا على العود بيحطوا زيت يا إما على كمهم اليمين يا إما على بقايا الريشة، يعني الجزء الخارج من الريشة، أو على شعر النسر الباقي من الريشة،
بيحطوا عليه برضو زيت علشان تحرك الريشة وتحرك العود يدخل الزيت ده في مناخيرهم، فبالتالي برضو يعملوا نفس عملية تسليك المناخير من غبرة الهواء. وبما أن عبد الحمولي كان عواد كذلك، يعني ربما كانت هذه هي طريقته الخاصة على فكرة أثناء الحفلات، يا ترى أم كلثوم كانت حاطة حاجة في منديلها بقى؟ في الغالب آه، على فكرة أكيد في الغالب آه، لأن أم كلثوم أبوها منشد وهي يعني مطربة تقيلة، أكيد كانت بتعمل ده لأنه نفسها كان متزن طول الحفلة أكيد. عودا إلى الحمولي، عبد الحمولي هو الذي كان يدعى في المناسبات الكبيرة، على سبيل المثال زواج بنات الخديوي إسماعيل، وخاصة هذه الأفراح الكبيرة جدا التي أهديت للشعب القاهري والشعب المصري، والتي عرفت بفرح الأنجال أولاد الخديوي إسماعيل اللي هم توفيق وحسين وحسن سنة 1873، حين نصبت سرادقات ضخمة يقال على المساحة الممتدة من قصر عابدين حتى النيل. طبعا اللي عارف جغرافيا القاهرة يعني ربما يشكك في صحة هذه القصة، أنا شخصيا مش متخيل ممكن يكون في سرادقات ممتدة من عابدين حتى النيل، يعني ممكن المشي مثلا سرادق في كل شارع من عابدين للنيل، بس انه يعني سرادقات ممتدة دي يعني كتير شوية بالضبط يعني. والحمولي هو اللي غنى في الليلة الكبيرة أثناء فرح الأنجال، ويقال أنه تغنى بهذه المناسبة دور الله يصون دولة حسنك، يعني ربما علما بأن عبد الحي حلمي هو أكثر مطربي القرن 19 وبداية القرن 20، لن أقول تقليدا، خلينا نقول تأثرا بأسلوب عبد الحمولي، خلينا نسمع عبد الحي حلمي وهو بيغني الدور. Down there.
العميل أنا العميل أنا العميل وانت الطبيبين أنا العليل أنت الطبيب لمين 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 غير الحب عبد الحي حلمي كان في بطانة عبده صح؟ عبد الحي حلمي في بطانة عبده بس يعني يقال ان في مناسبة حتى المنيلاوي كان في بطانة عبده ما كانش في بطانة عبده تقبل مرة انه يكون في بطانته في مناسبة خاصة رد ورث عبده بالضبط وعلى فكرة بمناسبة الله يصون دولة حسنك الواحد بيقرأ في كتاب قسطان رزق انه عبد الحمولي استخدم بهذه المناسبة دور حجازكار لأول مرة هذا المقام الذي كان قد تعلمه في اسطنبول القصة دي صعبة جدا الواحد يتقبلها أولا طريقة استخدام مقام حجازكار في مصر هو فقط انهم يعني يحطوا جنس حجاز على جنس حجاز فدي حركة عادية جدا وانا مش شايف انها ابتكار وانا مش شايف انها محتاجة سفرية لاسطنبول ولا ايه وحتى مظهر العشاء اذا انحط فوق مكان الحجاز من على جواب المقام برضو هو موجود وبعدين عند محمد شهاب الدين موجود الموشحين سقين الراح وزاراني المحبوب والاثنين من الحجاز كار والاثنين كانوا بيتغنوا في مصر انا صراحة اصلا مش شاكك في قصة ان هم كانوا بيجيبوا مقامات من اسطنبول والكلام ده اعتقد يعني انه هي شوية من نزعة القومية اللي ظهرت في اول القرن العشرين بس انه تكون واقع انا اشك تماما لان هم ما استخدموش مقامات برا المقامات اللي كانت بتتلحم منها الموشحات اللي هم كانوا بيغنوها اللي مكتوبة في كتاب سفينة الملك قبلهم كل الحاجات اللي جابوها من تركيا كانوا بيستعملوا نفس المسار التركي يعني اعتقد ان هو تقليد مشترك اصلا بين مصر وتركيا ما فيهوش بين مصر وبلاد الشام وتركيا ما فيهوش فرق كبير بس انت لازم توضح وجهة نظرك لما بتقول ان ده انعكاس للنزعة القومية في تاريخ الموسيقى المصرية بحيث ان في هذه المقولة هناك اعتراف ضمني بهذا التأثير او التآثر المتبادل ما بين الموسيقى التركية والموسيقى الشامية والموسيقى المصرية فايه النزعة القومية فيها او هل النزعة القومية في فكرة ان المصريين اخذوا هذه المقامات التركية واقلموها واقلموها وكيفوها لذوق المصري بالضبط هو قصة ان هو يبقى انه كيف الموسيقى التركية للذوق المصري وبعدين هيجي الموسيقي اللي هيخلص مصر من المؤثرات التركية الى اخره انت عارف وانا عارف يعني انا بس كل اعتقد ان هو فعلا ممكن يكون في مؤثر تركي مباشر الرصيد الالي البشاري اكيد من البشارف من السماعيات الى اخر ذلك بس في التلحين لا اشك تماما في او في الغناء في الغناء يعني. اقصد انا اسف في الغناء اشك تماما في مثل هكذا يعني مؤثرات ان هو راح تركيا عشان يجيب المقام الفلاني وممكن يكون راح تركيا وجاب من هناك بشارف وسمانيات بس غير كده لا الله اعلم المهم ان اثناء هذه الحفلات الخاصة كانت له مناسبة الالتقاء مقابلة ألماظ اللي هي ملكة عوالم القرن التاسع عشر سبقا تحدثنا عن العوالم وطبعا عندما نستخدم لفظة عوالم لا يمكن أن نسقط على هذه اللفظة التصورات الآتية من أفلام الستينات لحسن الإمام
العلمة اللي هي على تخوم نقول البغاء يعني. لا يعني الأمر غير كده تماما يعني. لفظة علمة كانت بتطلق على كل الموسيقيات المحترفات في القرن 19، وهذه التسمية تشمل ما يسمى أيضا بالمطربة. يعني كلمة مطربة كانت مرادفة لكلمة علمة في القرن 19، وألماز كانت أهم وأشهر علمة ربما مع سكنة في القرن 19. ويبدو إذن أن هذه الشخصية الأسطورية التي لا نكاد نعرف شيئا عنها تعرف عليها عبد الحمولي، فلنقل في الثلث الأخير من القرن 19. طبعا بالنسبة لألماز نتحدث قليلا عن ألماز، يعني نتوقف لحظة عن ألماز، وسنحاول أن نسمع مقتطفات من أغاني منسوبة ليست لألماز لكن هي الأغاني التي قيلت أن ألماز تغنت بها. هناك مصدر يجعل ألماز تولد سنة 1819، وهذا محاول غير منطقي تماما. هناك مصادر أخرى تقدم ألماز على أساس أنها كانت بنت بناء، وأنها قد تعلمت الغناء وهي بتشيل الطوب على رأسها، وهذا أيضا من الأشياء الصعب تصدقها. هناك أيضا مصادر أخرى ربما هي أقرب إلى الحقيقة تمنحها أصلا برجوازي، أي أنها كانت بنت ناس، قد تكون بنت الشيخ الأزهري سليمان الحلبي شام الأصل، والذي كان صاحب مصبغة يعني صاحب مغسلة في حي باب الخلقة. الله أعلم، أكيد مش سليمان الحلبي اللي قتل كليبر. أكيد لا، أكيد لا. يقال أنها كانت تلميذة سكنة بيه، وأنها تفوقت على مولتها. إيه حكاية سكنة بيه دي؟ أنا شخصيا أشك جدا أن واحدة علمة ممكن تحصل على البكاوية، سواء إذا كانت البكاوية من الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى، لكن ربما احتراما بها وتقريزا بها أضافوا لفظة بي إلى سكنة. أكيد، أصلا ما فيش أصلا واحدة هتحصل على لقب بي، يعني كانت بتاخد الهانم أو بالضبط، يعني المفروض تكون لقب هانم يعني كبيرها هانم، يعني كبيرها هانم بصراحة. المهم يقال ان ألماز كانت بتغني من خلف الستارة، وانها كانت تختم حفلتها كلها وهي ترتل بعض آيات سورة ياسين. الحفلات الكبرى كانت تقتضي وجود ألماز وحمولي مجتمعين، وهذا الثنائي الأسطوري يقال، وربما دي قصة طريفة لكن أنا مش مقتنع تماما من صحتها، يعني على العموم يعني أسطورة عبد الحمولي وألماز هي أسطورة تدعي بأنهم كانوا بيغنوا حبهم المتبادل عن طريق الأغنيات اللي كان بيتغنوا بها في حفلاتهم، خاصة لما كانوا هما الاثنين مدعوين لنفس الحفلة. لما كانت هي تغني للنساء في الشكمة أو في الحرملك، وهو يغني في السلام لك، أي هي بتكون في الدور الأول وهو يكون في الدور الأرضي. ويقال إن عند أول مقابلتهم اللي حصلت في فرح في الجيزة، كانت استقلت مركب أو فلوكة علشان تعدي النهر، ويقال إنها ارتجلت مباشرة موال. على فكرة أنا شاكك جدا في إمكانية إن علمة ترتجل موال، على العموم يعني يقال انها قالت عدي يا المحبوب وتعالى، وان ما جيتش اجيلك انا، وان كان البحر غويت عملك على القلب سآله. ايوه، يبدو ان نواياهم ازاء بعض توضحت عندما تغنت ألماز اثناء فرح في حي الجمالية: رد يلي تروم الوصال وتحسبه امر سهل، ده شيء صعب المنال وبعيد عن كل جاهل، إن كنت ترغب وصالي حصل شوية معارف، علشان حرارة دلالي صعبة وانت اللي عارف. وعبد الحمولي رد عليها: روحي وروحك حبايب من قبل دي العالم والله، وأهل المواد قرايب سلمى مع سالم. مع انها مش جاية على الافية. على فكرة هذا اللحن ما تسجلش خالص، حتى العوالم في بداية القرن العشرين ما سجلوش هذا اللحن. انت بقى ملاحظ في اللي انت قلته في حكاية السؤال والجواب بين ألماز وعبد الحمولي، إن اللي بتقوله ألماز وهم بيقولوا عليه موال مش موال، هي مربعات أشبه بمربعات ابن عروس.
أنا بتهيأ لأنهم بيقولوا موال اصطلاحا وتسهيلا. طبعا يعني المقصود بكلمة موال هنا لا هو بالموال الأعرج ولا هو بالموال النعماني، أظن المقصود من كلمة موال إن اللحن يكون مرتجل أكتر ولا أقل. لكن مثلا المواويل اللي بيغنيها المنيلاوي وحتى اللي بيغنيها محمد العربي في الشعبي هي مواويل يا نعمانية يا إما عرجة، بينما لما نسمع الحاجة زينب المنصورية هنسمع برضو إن هي بتقول مربعات. وربما يكون هذا دليل على التمييز ما بين الحصيلة النسائية، حصيلة المطربات وحصيلة المطربين، انهم يعني كان الغناء بينهم مختلف لدرجة ان الستات ما كانوش بيغنوا نفس المواويل بين قوسين تبع الموسيقى الفصيحة والعالمة اللي ممكن نلاقيها في الاصوات الحريمي في هذه الفترة، لغاية ما ابتدت الستات في بداية القرن العشرين او ربما تحصل من القرن 19 انهم يغنوا نفس حصيلة الرجالة. اظن ده على حسب مستوى المطربة على حسب مستوى العلمة، لانه عندنا مواويل بصوت بمبى العوادة واسمى الكمسارية كتير مواويل عادية. بالضبط، يعني هي نفس المواويل اللي بيغنيها سيد الصفتي او عبد الحي حلمي او يوسف المنيلاوي. عازف العود العواد محمد الشربيني قال لقسطنطين رزق في كتابه ان عبد الحمولي والمز دعيا هما الاثنين لحفله منظمه من قبل تلاميذ الكليه العسكريه، وان حمولي لما خلص الحفله بتاعته لقى عمران المطيبات بتاع المز كان هيقدم المز للجمهور، وهي ردت عليه وانا اغني ايه بعد سعبده؟ وسي عبد الحمولي كان عايز يعني يخش في قافيه معاها ورد عليها ايه ممكن تغني ريان يا فجل يعني ما يضرش برضه. والطريف في الحكايه انها خدت كلامه بجد وفعلا ارتجلت موال بكلام ريان يا فجل. هو كان قصده اطراء ما كانش قصده قافيه، يعني كان بيقول انت لو غنيتي ريان يا فجل هتعجبي يا ست الماس. طبعا يعني حتى لو غنيت ريان يا فجل برضه هتعجبي الناس كلها، انها يعني الطريف في الحكايه انها خدت الكلام ده جد، يعني هو ما كانش عايز يزعلها، هي مجرد كده مصحى. يعني يقال ان صوت ألماس كان قوي لدرجة ان صوتها كان بيغطي صوت كل المطربين، حتى ان العواد احمد الليسي اضطر انه يصيح في اتجاه الحرملك ومين ينكر صوتك يا ست، لانه كان بيصاحب عبد الحمولي كان بيغني تحت. طبعا غير مصدق هذه الحكاية تماما، لانه من غير المنطقي خاصة اللي بيشوف البيوت القديمة وبيشوف المسافة الفاصلة ما بين السلاملك وبين الحرملك، يعني غير منطقي ابدا ان الستات كان في حفلة بتحصل في الحرملك وحفلة تانية بتحصل في نفس الوقت بالضبط في السلاملك، ببساطة لان الحرملك مطل على السلاملك فمستحيل يسمعوا بعض يعني. وبعدين كان في مصلحة الجميع ان الستات يسمعوا المطرب وهو بيغني وان الرجال يسمعوا المطربة وهي بتغني فوق، فما ينفعش ابدا انهم يغنوا هما الاثنين في نفس الوقت. يعني هذا طبعا لا يجعل هذه الطرف مستحيلة، بس بمعنى ان ربما هو مثلا يعني هو كان تحته مستني لما هي تخلص الحفل بتاعتها علشان سعبده يبدأ، وهو بس يعني قال له مين ينكر صوتك يا ست، لانها كان في شيء من استعراض العضلات يعني، وهي كانت ممكن تحب تثبت لسعبده انها لا تقل منه شأنا انها جامدة. ممكن يكون كمان نوع من التطيب كان بيطيب لها. احتمال كمان. يقال ان عبد الحمولي هو اللي احيا فرحه هو على تخت مكون من العودين احمد الليس ومحمود الجمركشي والكمنجاتي ابراهيم سهلون والانونجي احمد الخطاب. طبعا انه يكون في عازفين عود في التخت ده امر صعب، خاصة ان عبد الحمولي هو نفسه عواد يعني. بقوا ثلاثة يا معلم. التخت المستحيل. المهم تزوج من ألمز، ويقال انه منعها الغناء في الحفلات العامة والخاصة، خلاها تقعد في بيتها زي المحصنات في هذه الفترة كأي امرأة تنتمي الى الطبقة البرجوازية. وحسب ابراهيم الملحي الخديوي اسماعيل حب يسمع الألمز بعد زواجها من عبد الحمولي، وان عبد الحمولي رفض هذا الطلب رفضا باتها ما اثار غضب الخديوي، لدرجة ان الخديوي ارسل الشرطة الى بيت عبد الحمولي وحاول اخراج ألمز بالقوة من بيتها حتى تغني في القصر الملكي، وان حمولي لم يحصل على عفو
العاهل إلا بشفاعة علي الليسي اللي كان شاعر بلاط ومهرج إسماعيل والذي أطرى على تقواه واحترام عبد الحمولي للعادات والتقاليد. رزق في كتابه، وطبعا رزق بيدافع دائما عن عائلة الخديوي إسماعيل، عن العائلة الملكية، فيناقض وينتقد هذا الخبر ويعزو هذا الخبر إلى الضغائن القائمة ما بين عائلة الملحي والعائلة الحاكمة، نظرا لما أصاب الملحي من المشاكل والمصائب وعدم النجاح في مضرباته في البورصة. أنا مش عارف إذا كان الحكاية دي صحيحة أو غير صحيحة، يعني ورد جدا أن عبد الحمولي يكون منع ألمز من الغناء في الحفلات العامة والخاصة، أما بالنسبة للخديوي أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ بس أنا ممكن ناخد يعني رواية وسيطة في هذه المسألة، أنه أكيد يعني الخديوي لو كان عايز يجيب ألمز كان هيجيبها، ولو كان عايز يطلع عين عبده كان هيطلع عين عبده، كان في دي سلطة الراجل. بس هل فعلا عبد الحمولي منع ألمز من ان هي تغني عند الخديوي، او منع الخديوي ان هو يسمع ألمز؟ ممكن يكون منعها من الحفلات العامة، بس هل ممكن يكون منعها من حفلات الخديوي كمان؟ او هل الشرطة فعلا دخلت بيت عبد الحمولي وما عرفتش تجيب ألمز؟ منطقية ممكن يكون عبد الحمولي منع ألمز من الغناء، بس هل لازم يكون منعها بالضرورة من الغناء قدام الخديوي؟ مش عارف، الله أعلم. على العموم يعني علشان نختم موضوع الحياة الخاصة، الحياة العائلية لعبد الحمولي، ألمز ماتت دون أن تنجب أولاد، إما سنة 1898 إما سنة 1891 حسب المصادر. يعني شوف قد إيه المصادر متضاربة، 13 سنة فرق كتير، 13 سنة وإحنا في نهاية القرن 19. يعني المفروض أن هذه المعلومات تكون موثقة بشكل أنا أقول دقيق، ولكن يعني على أي في فراغ 13 سنة بالضبط. يعني مع ان طبعا انا بالنسبه لي تاريخ 1878 يبدو لي اقرب الى الحق، ويجعل من الممكن ان يكون الخديوي اسماعيل شارك في مراسيم الميدان. يعني على كل ما يمنعش يكون الخديوي توفيق. صحيح. المهم في الحكايه انه بنعرف ان في ادوار لحنها عبد الحمولي، وهي ادوار تناسب او تطابق هذه الاحداث المفجعه في حياته الشخصيه. هو الدور اللي قاله بعد وفاه ألمز، يقال والله اعلم انه لحن دور شربت الصبر بعد التصافي، ومن حسن حظنا ان هذا الدور مسجل بصوت عبد الحي حلمي وبصوت محمد سالم كمان. تمام، ربما نفضل صوت محمد سالم لأنه هو ربما يكون أقرب صوت إلى الحمولي نفسه. صحيح، تعال نسمع شريط الصبر بصوت محمد سالم. Thank you.
الفجيعة الثانية التي أصابت عبد الحمولي وهي وفاة ابنه، فيقال انه لحن دور لا يعين لا يعين لا يعين. هذا الدور العجيب اللي بيقول فيه لما شفت البدن 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 البدن، وبيقول انه هو الالف كلامه كمان، هو على كل مش محتاج تأليف كبير يعني الكلام بتاع الدور ده تحديدا، بس يقال انه هو اللي مألف كلامه، وانه ارتجله لما مات ابنه في فرحه يوم فرحه. مش عارف مدى انت سمعت مدى الصدق هذا. طبعا لا نعرف مدى الصدق هذه الرواية، يعني انت بتقول ان الدور مش محتاج جهد كبير في البداية فيه، وانا شايف ان برضه مش محتاج جهد كبير في التلحين حتى. اكيد اكيد. ويقال انه ابنه مات في الفرح ليلة فرحه، اصيب بسكتة قلبية ومات، وانه عبد الحمولي طلع على المعازيم في فرح ابنه وغنى لهم هذا الدور. وبعض الناس بيقولوا كمان ان هو في فرح ابنه غير شربت الراح في روض الانس صافي، غيرها اصبحت شربت الصبر من بعد التصافي، لكن كلها روايات. كان مرة ممكن الدور ينسب الى مناسبة معينة هي وفاة ألماظ، ومرة اخرى يعزى الى مناسبة تانية هي وفاة ابنه. علوم حصل جدا حصل يعني مش خير قوي برضه. بس دور لا يعين دور عظيم من البياتي، وعلى فكرة هو اول حاجة سجلها عبد الحي حلمي سنة 8 مع جراموفون على اسطوانة 30 سنتي ورقمها 1P و2P. Thank you.
رأيت البدر
سادتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، وهي حلقتنا الثالثة في سيرة سي عبده عبد الحمولي. وخلينا ننتهي بقى من قصة تراجيديا ونتكلم شوية عن رحلات عبد الحمولي الفنية، ويستكمل معنا الحديث الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانش. تجمع المصادر على أن عبد الحمولي رفق أكثر من مرة الخديوي إسماعيل عند تنقلته إلى إسطنبول، وأنه سنحت له الفرصة أنه يغني ويطرب السلطان عبد الحميد الثاني، وكان السلطان مصر لاحقا حسين كامل هو الذي كان مكلف بتنظيم أول وفد لموسيقيين مصريين لقصر يلدز، واختار عددا من الآلاتية والمطربين والمنشدين، وعلى رأسهم المطرب عبد الحمولي والمنشد المطرب يوسف المنيلاوي والملحن محمد عثمان والمنشد محمد الشنطوري. ويبدو أنه كان هناك على كل حال علاقات وطيدة ما بين الأوساط الموسيقية وخاصة المنشدين المصريين والأوساط الطرق الصوفية المتواجدة في تركيا، والتي لها فروع في تقريبا كل بلدان وكل مناطق الشرق الأوسط. تكررت هذه الزيارات عبد الحمولي إسطنبول لتركيا، ويدعي أو تدعي معظم المصادر الموسيقية أن الحمولي تعلم عددا من الأعمال الموسيقية العثمانية التركية أثناء إقامته في تركيا، وأنه انتقى من ضمن المقامات المستخدمة في الموسيقى الفصيحة التركية تلك المقامات التي كان من الممكن تكييفها وأقرمتها لذوق المصري. وهذا موضوع سبقا تحدثنا عنه، كما قلت يعني ربما ينطبق هذا الكلام على القطاعات العصفية الآلية كالبشاري في السماعيات، ولكن بالنسبة إلى الأدوار والغناء الأمر قد يكون مشكوكا فيه، بالرغم من أنه لابد من أن نعترف بأن هناك مقامات متطرق إليها في عصر داود حسني وإبراهيم القباني لم يتعامل معها عبد الحمولي ومحمد عثمان في نهاية القرن التاسع عشر، وربما كانت إرادة منهم أن يثبتوا تمكنهم من هذه الألحان أو من هذه المقامات والنغمات الجديدة. احنا بنتكلم عن مقامات زي الكردي لحجاز كار تماما إلى آخره، والبستانيكار حتى ليس هناك أي دور بستانيكار في عهد حمولي وعثمان، مع أنه على فكرة البستانيكار اللي بنسمعه في هذه الأدوار محدود جدا، يعني ممكن يكون في جملة واحدة في المساء بستانيكار والباقي بيرجع بقى للمعتاد في الأدوار المصرية. ده حقيقي، بس كمان معظم المقامات اللي استخدموها في الأدوار لاحقا سواء إبراهيم القباني أو داود حسني أو سيد درويش حتى، هي مقامات موجودة في السازندة التركية في القرن التاسع عشر، معظمها ما كانش موجود قبل كده في الموشحات، يعني معظمها أصلا داخل الموسيقى التركية في القرن التاسع عشر، أو المسار بتاعه ما كانش موجود قبل كده. صحيح، يبدو أن عبد الحمولي احتفظ بموقع مرموق في أيام توفيق باشا، ويقال أنه غنى للخديوي دور متع حياتك بالأحباب بمناسبة افتتاح خط حلوان، خط القطر اللي هو بتاع النزهة الصيفي، خط القطر الواصل ما بين القاهرة وحلوان، وطبعا معروف أن عبد الحمولي قضى آخر أيامه في حلوان. بنجد في كتاب الموسيقى الشرقية لقسطندي رزق بعض المعلومات التي قد تبدو مجرد معلومات طريفة لكن لا أكثر من طريفة، عن اختناء عبد الحمولي بفضل ممارسة الغناء واحتراف الغناء. أنا شايف أنها معلومات في الواقع مهمة، لأنها بتثبت أنه حصلت طفرة نوعية ليس فقط في نوعية الموسيقى اللي بنجدها في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، ولكن أيضا في مكانة الموسيقي المحترف في المجتمع المصري
ابتداء من هذا الثلث الأخير من القرن 19 عندما اقترنت الموسيقى الفصيحة إنجاز التعبير بالبلاط الملكي وأصبحت فنا معترفا به من قبل السلطة، لدرجة إن السلطات المصرية كانت تحاول أن تنافس موسيقى البلاط العثماني في نفس الفترة. أعتقد أصلا هو ده سبب أنه حصلت نهضة كبيرة في الموسيقى، هي منافسة البلاط العثماني من الآخر، يعني السخاء على الموسيقيين، فبالتالي يكون عندهم فرصة أكبر للإبداع، فبالتالي ينافس البلاط العثماني. بالضبط، والمعروف أن الحمولي كان مبذرا إلى حد ما، ولكن هذا التبذير لم يمنعه من الاغتناء، لدرجة أنه كان يملك عزبة تبلغ مساحتها 100 فدان في الشرقية، وكذلك بيت في القاهرة في عبدين في حارة التمساح قريبا من القصر الملكي، ثم بيت آخر في العباسية في شارع كان يحمل اسمه بعد وفاته، وكان أيضا يملك بيدا في حلوان ربما هداه إليه صديقه باسيلي بيه عريان. أظن أن هذا البيت يعني أصبح خرابا منذ سنوات، أليس كذلك؟ في حلوان هو موجود، بس الجنينة بتاعته اتباعت المحيطة به وأصبح حواليه عشوائيات في حلوان، وطبعا كمان لأنه حلوان كلها خربت بعد تحويلها من مصيف عظيم ومنتجع سياحي عظيم، تحولت بقت مصانع أسمنت ومصانع حديد وصلب وتلوث، يعني فالمكان كله خرب، بدل ما كان مشفى ودار شفاء أصبح أكثر الأماكن تلوثا في مصر. دمعة على الزمن الجميل للأسف. الزمن الجميل طبعا احنا بنتكلم هنا عن القرن 19، مش بنتكلم عن خمسينات القرن العشرين. تعال نسمع متى حياتك بصوت الشيخ يوسف بقى، ما سمعناش الشيخ يوسف خالص. Thank you.
معلومة مهمة احنا بنجدها في كتاب قسطنطين رزق، وهي ان الحمول لم يكن يعيش فقط من الحفلات الخاصة، ولم يكن يعيش فقط من هذا المبلغ الشهري الذي كان يتقاضاه من السلطة، من الخديوي اسماعيل ثم من الخديوي توفيق، وانه كان هناك حفلات عامة. يعني فكرة ان الواحد يشتري تذكرة وانه يحضر حفلة في سرادق ثم لاحقا في مسرح ليستمع الى الموسيقى، فكرة ان استهلاك
الموسيقى لم يكن مقترنا فقط بمناسبات كالأفراح أو كالطهور أو كالسبوع إلى آخر ذلك، ولكن أنه كان هناك حفلات متكررة، وأنه كان من الممكن على الأقل للحضريين للذين يعيشون في المدن أنهم يدخلون صادقات أو أنهم يدخلون مسارح ليستمعوا إلى موسيقى عندما يشاءون. هذا العرف، هذه الثورة في استهلاك الموسيقى بدأت منذ العقود الأخيرة، ربما الثلث الأخير للقرن 19. فخليل مطران الشاعر اللبناني الذي كان طبعا مقيما في مصر قد حضر في الإسكندرية حفلة مكونة من 3 وصلات بصوت عبد الحمولي في سرادق ضخم كان يضم 1000 متفرج، وكان الدخول بشرط شراء تذكرة. طبعا يعني كتير هذا 1000 فعلا ده كتير جدا، يعني عندما نتذكر ان هؤلاء المطربين كانوا يغنون بدون اي نوع من الميكروفون، بدون اي نوع من تكبير الصوت، من الصعب جدا خاصة تحت سرادق ان صوت الواحد مهما كان قويا يصل او يكون مسموع من قبل 1000 شخص. يعني عندما نتحدث عن هذه المسارح التي بنيت في القرن 19 كمسرح الاوبرا ومسرح الازبكي وغيرها من المسارح، ممكن يكون السرادق قصدهم بيه مسرح؟ هل فعلا كانوا بينظموا حفلات عامه كده في الشارع؟ يعني في الشارع بس اكيد في الميادين الكبرى. وبعدين ما افتكرش ان ممكن يكون في اي اختلاط بين لفظة مسرح او مرسح او تياترو زي ما كانوا بيقولوا في القرن 19 والسرادقات. السرادقات المفهوم انها مبنية مؤقتا وانها بتتشال بعد الحفلة. الحاجة اللي انا شاكك فيها انه ممكن المسرح يجمع بين 1000 متفرج، انما السرادق صعب، صعب جدا. إذا كان صوت المطرب يوصل ل200 واحد ده حد الأقصى، وده فعلا إنجاز بيدل على قوة صوت الواحد. في حاجة مهمة أنا عايز أقولها، أنه عبد الحمولي مش عبد الحمولي كشخص، لكن عبد الحمولي بيرمز بالنسبة لي إلى طفرة نوعية في موقع وفي منزلة المطرب والموسيقي في المجتمع المصري في نهاية القرن 19. يعني يكفي أن نقرأ كلام كامل الخلعي في كتاب الموسيقى الشرقي حين يقول: كان المرحوم كبير النفس عالي الهمة يحاول الارتفاع عن طبقته، أي عن طبقة المطربين، إلى طبقة أولاد الناس، ويسعى في الخروج منها مقتصرا على الاشتغال بالفن لذاته. فكرة انه مقتصرا على الاشتغال بالفن لذاته معنى ذلك انه اكيد عبد الحمولي ومعاه يوسف المنيلاوي كانوا حاسين ان في نوع من الاهانة في كون المطرب الموسيقي يتقاضى اجرا في نهاية الحفلة. عشان كده المطرب ما كانش بيمسك الفلوس هو بنفسه، والمطيبات هو اللي كان بيأخذ الاجرة، وفي مرحلة لاحقة بيدي الفلوس للمطرب، لكن هو كان معزوم في الحفلة، اي كان بيغني في الحفلة وكأنه احد المعزيم وليس كأجير. الخلع بيضيف لجهل الناس في جيلهم الماضي بعلو قدر هذا الفن وغفلتهم عن جلال منزلته بين الفنون. ونهيك به أن أفلاطون هو حكيم الحكماء جعله مقدمة علوم الحكمة وأول مراتب التهذيب. القرن 19 هو قرن انتقال الموسيقي من مكانة هذا البوهيمي الأجير الذي قد يدعى ولكن بشيء كثير من التعالي في بيوت الأعيان، أصبح هو نفسه من الأعيان في نهاية القرن 19. صحيح. وحياته العائلية تشهد على ان حرفته، على ان مهنته، انا بقول حرفة لان في كلمة حرفة طبعا تختلف اللغة العربية عن كلمة المهنة. احنا دلوقتي لما بنفكر في المطرب احنا هنقول مهنته مطرب، مش ممكن ما نقولش حرفته، لان في كلمة حرفة فيها فكرة اليدوية، فيها فكرة الصناعة. كان الحد المصنعي في نفس الوقت في صناعة الموسيقى. الجدير بالذكر ان هذه الحرفة التي ربما تحولت الى مهنة لم تكن تشكل عقبة تحول دون الزيجات الكبيرة، إضافة
الى بيت المعلم شعبان والمز حمولي، تزوج 3 مرات، زوجته الثالثة هي التي أنجبت محمود الذي قضى وهو شاب يعني أيام أو يوم فرحه، سبق تحدثنا عن دور لايعين. وهناك زوجة أخرى أنجبت ابنه محمد الذي كان لازل طفلا عندما توفي سنة 1901 في حلوان، وكانت زوجته الأخيرة تركية، وطبعا تركية من أصل عثماني، جولينار هانم، يعني يكفي أن نذكر اسمها جولينار هانم، لقب بالضبط. بالنسبة إلى أسلوب عبد الحمولي، وخاصة إذا أردنا أن نقارن ما بين عبد الحمولي ومحمد عثمان، أظن أننا لن نجد أي كلام أفصح من الكلام الذي كتبه خليل مطران. قبل ما نقرأ خليل مطران، خلينا نقول شوية أن أسلوب عبد الحمولي كان بسيط، كانش استعراضي. أكيد الاستعراض عند عبد الحمولي هو استعراض في الغناء أكثر منه في التلحين، وهي ذات النقطة التي يذهب إليها على فكرة خليل مطران. يقول: كان عبد مبتكرا يخلق اللحن خلقا من حاضر ما يوحى به إليه، فيحير به المهرة ويطرب السامعين ما يشاء التطريب بالنغمة والإعجاب بقدرة مبتدعها، وربما كسر القيد ونقض القاعدة وند عن المألوف فطار وحلق. احنا ممكن نقف هنا ونشوف يعني ايه نقض القاعدة وند عن المألوف فطار وحلق. اظن ربما المقصود بهذا الكلام انه عندما كان عبد الحمولي يلحن دور على مقام معين، كان ربما بإمكانه أن يخرج عن هذا المقام، ليس في إطار المقامات المقترنة بالمقام الأساسي للدور، وربما أن يطلق العنان لمخيلته الآنية ويدخل في إطار ما نستطيع أن نسميه بالتلحين الآني، زي ما في لسان الدمع مثلا بدأ وعراءه ختم بياتي. تمام، وهذا على فكرة ما نستطيع أن نستمع إليه، لأنه هناك تسجيل نادر بصوت عبد الحمولي، وهي الوجه الثاني ربما أو الكوباية الثانية بصف لدور لسان الدمع. يقول خليل مطران: وقد بكم العود وعي القانون وأنصت الناي،
بكم العود وعي القانون وأنصت الناي، هل يقصرون بذلك أن الآلات المصاحبة للتخت كانت تتوقف عن العزف ليكون الغناء منفردا بحيث أنه لا يكون هناك أي مرافقة آلية، أو فقط أنه كان يصيبهم ربما حالة من الهلع الفني أمام ما يقوم به سعبده؟ لا أدري، يعني ربما كانوا يتركونه لثوان يغني بدون أي مصاحبة آلية، أو ربما كانوا وكان يطلق صوته يمرح في سماء التطريب، فمن وثبة النصف إلى انحدار السيل إلى خطف البرق إلى تغريد القمري إلى نوح الحمامة إلى أنين الجدول، كان هذا الصوت عال منخفض جهوري خافت رنان مرتجف مشبع ضئيل، والنغمات تجتمع أصولا وتتفرق فروعا وتتثنى وتتفرد وتتدانى وتتباعد وتتواصل وتتفاصل، مفضية بعضها إلى بعض متسلسلة على مقتضى سلامة الذوق والمهارة الفنية منتهية إلى القرار. وبعد ذلك خليل مطران يقارن عبد الحمولي بأهم منافس له الذي هو طبعا محمد عثمان، ويقارن بينهما قائلا: وكان عثمان مؤلفا بارعا في ترتيب الألحان. أظن أن هنا كلمة مؤلف هي مهمة جدا، يعني لما بيتكلم عن عبد الحمول بيقول مبتكر يخلق اللحن خلقا، عندما يتحدث عن عثمان يقول مؤلف بارع. نعم. العبقرية من جهة، البراعة من جهة أخرى، وكأنه ينزع من محمد عثمان صفة العبقرية والخلق والابتكار ويفضل فكرة البراعة. البراعة الصنع، يعني الصنايعي بالنسبة لخليل مطران هو فعلا محمد عثمان. يقول: مؤلف بارع في ترتيب الألحان، بصير بأخذ النغمات من مواضعها وجمعها على نسق مستحب. مرة أخرى يعني كلمة نسق، يعني فكرة الترتيب، فكرة البراعة في التنسيق بين شتى الأفكار. كان كلفا بصناعته، جدا في إتقانها، إرادة أن يستعيض عن طلاوة الصوت بحسن الأسلوب ولطف السياق، ولهذا كان لا يغني منفردا ولا يطلق صوته إلا على أجنحة الآلات. كان كلفا بصناعته، جدا في إتقانها، إرادة أن يستعيد عن طلاوة الصوت بحسن الأسلوب ولطف السياق. كان واضح جدا في رأيي خليل مطران محمد عثمان لم يكن مطربا، أو لم يكن مطربا بارعا، ربما كان مؤديا فقط، ولكن هو ملحن في المرتبة الأولى. يضيف لهذا: كان لا يغني منفردا ولا يطلق صوته إلا على أجنحة الآلات، فإذا لحن أغنية وأسمعها الناس لأول مرة خرجت متقنة صحيحة الوضع رائعة للسمع، ولكن يبدو عليها أثر إعنات الفكر ويشتم منها ريح الشمع المذاب في السهر على تخريج أجزائها. ده كلام قاسي جدا، ليس كذلك؟ قاسي بس برضو حلو، يعني هو مدرستين قصاد بعض. هما فعلا مدرستين قصاد بعض. فكرة ان محمد عثمان في هذا الخطاب يمثل التلحين، يمثل التثبيت، يمثل الميل الى تثبيت اللحن، بينما عبد الحمولي يمثل الميل إلى التطريز على مادة قد تكون مادة لحنية محدودة جدا، إنما الرك بقى على المطرب، الرك على المبتدع، المطرب المبتدع الذي يستطيع أن يطور بلا نهاية بشكل لا نهائي هذه المادة الأولية، هذه المادة الخام. بينما عند محمد عثمان ليس هناك ما يمكن أن يسمى بالمادة الخام، هو فعلا الملحن بكل معاني الكلمة. لكن في فكرة الشمع المذاب في السهر على تخريج الأجزاء، فكرة أن اللحن لما كان بيسمع لأول مرة عندما يكون محمد عثمان قد انتهى من تلحين هذا اللحن للتو، هذا اللحن لم يكن جاهزا تماما، أو ربما يقول أن اللحن كان يخرج تما صحيح الوضع رائع للسمع، ومع ذلك
نفهم من هذه السطور أنه كان ينقص لهذا اللحن شيئا. أعتقد أنه يقصد أنه ينقصه الارتجال التطريب اللي بيعمله عبد الحمولي. لكن يعني لا ننسى أن الارتجال أنواع. الارتجال قد يكون فقط ارتجال زخرفي، وهذا الارتجال الزخرفي أظن أن أي مطرب متمكن من فنه في مقدرته أن يقوم بهذا الارتجال الزخرفي. إنما ما يتحدث عنه هنا خليل مطران هو نوعية الارتجال التي كان يقدمها عبد الحمولي. هذه النوعية كانت تتفوق بمراحل على الارتجال الزخرفي، وكانت تسمو إلى مستوى الارتجال الإبداعي، الارتجال التلحيني، حين قد يحذف أو يضيف أكيد يعني في معظم الحالات جمل لحنية ربما لم يفكر فيها الملحن الأصلي للحن، وأن الدور لا يأخذ مكانته ولا يكون جزءا من هذه الحصيلة الموسيقية المشتركة بين هذا الجيل من المطربين إلا عندما يطوع مثل هذا المطرب اللحن العبقري الذي تسلمه. يعني فكرة، وهي فكرة على فكرة جريئة جدا في العرف العربي، نفهم من الكتب التراثية أن ما نتسلمه من الأجداد لا بد من أن نسلمه كما كان. صحيح. لا يصح أن يطرأ على العمل سواء كان شعر أو حديث أي نوع من التغيير، لأن التغيير يكون بمثابة الإفساد. أما هنا المسألة هي مغايرة تماما لهذه الفكرة التقليدية، وهي أن الإضافة والتغيير ليس من باب الإفساد، بل بالعكس من باب الإغناء. صحيح. ويضيف خليل مطران إذن بعد أن قال أنه كان يشتم منها ريح الشمع المذاب في الصحراء على تخريج أجزائها وتوجيه دروبها والملائمة بين رناتها ومعانيها، على أن هذا لا ينفي أن عثمان كان ضريب عبده، وأنه أثبت بنتيجة عمله أن لحسن التأليف مكانا بجانب الابتكار، وأن للاجتهاد منزلة قد تعادل منزلة الاختراع. اجتهاد من جهة، اختراع من جهة أخرى. وربما تقوم عبقرية الموسيقى العربية على هذه العلاقة الجدلية ما بين الاجتهاد والاختراع، بل أن المجتهد قد يكون ذا فضل على المخترع بما يهيئه له من مواد الابتداع. مع أن هذه الجملة اللي قالها خليل مطران تضع في الواقع المجتهد في خدمة المخترع. أنا شعر أن في هنا نوع من التراتبية بين الاثنين، يعني في واحد بيمد المخترع بالمادة الذي هو في حاجة إليها، لكن المخترع هو الوحيد الذي يستطيع أن يطور هذه المادة الخام ويستخرج منها ما هو فعلا بمثابة الجوهرة. ومن الحق، هذا كلام مطران، ومن الحق أن يقال أن عثمان كان في أخريات هذه السنين واضع معظم الحان فيأخذها عبد الحمولي عنه ويكسوها من الحلل والحلي ما تشاء بديهته الخاصة به، فبين هي سوق حسان إذا هي ملكات بتيجان. كلام قاسي جدا يعني، وكأن الألحان اللي عملها محمد عثمان هي فقط فتيات ريفيات حلوة، بس نفس الحلاوة الريفية اللي هي محتاجة لشيء من التهذيب والصقر لتكون مقبولة في الأوساط الحضرية. وبين هي أشخاص ترمقها عيون المعجبين إذ هي أرواح تتنسمها قلوب المحبين. وعلى هذا كان عثمان يجدد للناس روح عبده، وعبده يسمع الناس علم عثمان، فهما العاملان المتكاملان أحدهما بالآخر على ما بينهما من تحاسد وتباغض وتباعد. هل تؤمن فعلا أنه كان هناك تحاسد وتباغض وتباعد ما بينهما؟ أصلا لو كان في تحاسد وتباغض وتباعد كان هيغني له من المنطق؟ ما أكيد، أصلا ما كانش في تسجيل عشان يسمع الألحان دي، فأكيد كان بيسمعها منه هو على طول. فإزاي لو كان في تباعد كانش يحاول يسمعه بحفظه؟ صح. لكن اعتقد ان علاقة المخترع والمجتهد اتقلبت بعدين في ثلاثينيات واربعينيات القرن،
أصبح الملحن هو المخترع والمطرب هو المجتهد، يعني المطرب هو اللي بيضيف حاجات بسيطة، يعني الاختراع أصبح مهمة الملحن. تمام، لدرجة ان الملحن كان بيثبت عبقريته وان المطرب يجري وراه. بالزبط. مش يسبقه، يجري وراه. بالظبط بالظبط. فاعتقد ان الجدلية دي اتقلبت بعدين أكيد. لما دخلت فكرة تعريف تلحين اداء، يعني بتاعت شركة الاسطوانات او بتاعت الحفلات. تلحين عبد الحمول كانت كلها ادوار صح؟ هي تقريبا كلها ادوار باستثناء اظن بعض القصائد، مش قصائد ملحنة زي ممكن مثلا ابو العلا محمد كان بيلحن القصائد، بس اكيد يعني فكره عامه عن المسيره اللحنيه. اذا كان عبد الحي حلمي بيدعي ان هو اتعلم قصيده تراك عصيه الدمع وكان بيستمع الى كوبايه عبد الحمولي هو بيغني اراك عصيه الدمع، معنى ذلك ان اكيد عبد الحمولي كان عنده مسيره لحنيه خاصه بهذه القصيده وربما بقصائد تانية، والله اعلم. يعني المسيره اللحنيه العامه اللي بيقلدها او بيرتجلها عبد الحي في بعض تسجيلاته ممكن تكون مش هنقول ماخوذا من، لكن على الاقل مستوحاه من اداء عبد الحمولي، ولكن يعني بصفه عامه غير هذه، مش ممكن نسميها حتى تلحين، هذه الافكار العامه المرتبطه بقصائد معينه. طبعا هي كل تلحينه التانيه لادوار زي الله يصون دوله حسنك وغرامك علمني النوح وكنت فين والحب فين، حتى شوف الخلع بيدعينا هنا النفس وتزلل إليكو للحمولي، مع ان في مصادر تانية بتقول انها الملحن تاني ده احمد ابو غنيم، في امونية الارواح وفي كل يوم اشكي من جراح قلبي وفي الحلو لما انعطف اللي هو الدور على الدارج، ده برضو كان غير مألوف اللي هو الدور على إيقاع الدارج، على فكرة المفروض نسمعه أو نسمع حتى منه. أوديو ريكورد Thank you.
وفي بسحر العين تركت القلب هايم، وفي أدوا الميازة ودوجدي. بموضوع أدوا الميازة ودوجدي في اللحن الخاص بالشيخ سلام حجازي، بس أنا حاسس أن أدوا الميازة ودوجدي بالصوت سلام حجازي هو تقريبا لحن حجازي بقدر ما هو لحن الحمولي. ربما لو أحببنا أن نأخذ فكرة عن ما لحنه هو الحمولي نستمع لصيغة عبد الحي حلمي، وبعدين ممكن نقارن هذه الصيغة بداية أداء الشيخ سلام حجازي علشان نشوف قد إيه هو بيبتعد عنه. وبعدين بيكون فيه التسجيل الثالث اللي هو تسجيل مؤتمر القاهرة سنة 32. صح. I'm
بعدا بعدا على عين بعدا على عين بعدا على عين على عين عندنا كمان على فكرة برضو اللي عمله سلامة حجازي في قدو المياس عمله برضو نفسه فيه بسحر العين. تمام، وده دليل على هذه العلاقة الجدلية اللي كنا بنتكلم عنها بين الملحن والمؤدي المبتكر. في واقع الأمر بمقياس خليل مطران، سلامة حجازي اخترع على اختراع
في عبده بالضبط. آه مخترعين مخترعين جنب بعض، اختراع على اختراع. وبالنسبة للأدوار اللي لحنها عبد الحمولي ممكن نذكر كذلك فؤادي من لحاظك، متع حياتك بالأحباب اللي سبق أن تحدثنا عنها، والحب صبحني عدم. الحب صبحني عدم عبد الحي حلمي هو كمان هو اللي سجلها، وهو كمان عبد الحمولي موجودة بصوته على كوباية. آه فنسمعها بقى يلا. جددي يا نفس حظك، وفي حظ الحياة. حظ الحياة عجوبة من أحلى الأدوار اللي لحنها في نظري. Thank you.
عبد الحمولي مات في مايو 1901، توفي يوم 12 مايو 1901 في حلوان من داء السل الذي كان أصابه منذ سنوات. وكان قايل كامل الخلع ان هو في اخريات حياته علشان يصرف على نفسه وعلى مرضه اتجه الى تسجيل الكوبايات، يعني هو في وجهة نظر كامل الخلعي تسجيل عبد الحمولي للكوبايات كان اضطراري وليس اختياري. انا لا يمكن اوافق يعني هذا الرأي. يعني اولا ما افتكرش ان المطربين في هذه الفترة كانوا قد ادركوا ما هي الأهمية المالية لهذه التسجيلات. ما ننساش أن صناعة الأسطوانة في حد ذاتها لم تكن بعد قد دخلت مصر. صناعة الأسطوانة دخلت الشرق الأوسط سنة 1903 لما جت شركة زينوفون جراموفون وسجلت ليس الصف الأول من المطربين بس غالبا الصف الثاني باستثناء واحد هو السيد الصفتي. أنا لا أشك في أن هؤلاء المطربين في السنوات الأخيرة للقرن 19 وربما لغاية سنة 1902-1903 لأن الوسيطين اللي هم الأسطوانة بمعنى القرص والإسطوانة بمعنى الكوباية قعدوا تقريبا وسطين متنافسين في الشرق الأوسط فقط لمدة ممكن سنتين ثلاثة، وبعدين يعني الكوباية اختفت تماما من الوسائط المستخدمة للتسجيل التجاري. إنما بالنسبة لواحد زي سلامة حجازي أو عبد الحمولي أو يوسف المنيلاوي حتى اللي سجلوا أصواتهم في عدد محدود من الكوبايات أظن إن كان شغلهم الشاغل هو تخليد صوتهم. يعني خاصة واحد زي عبد الحمولي كان لا شك حاسس انه هو وصل مرحلة اخر ايامه. ما ننساش انه كان فعلا انسان مريض، كان لابد انه يجرب هذا الوسيط الجديد ثم انه يسيب شيء. يعني دي كان جزء من تركته. انا اوافقك شخصيا، لكن كان لازم نعرض اللي قاله كامل الخلعي. طب ايه رأيك نختم بايه؟ نختم بكوبية من الكوبيات، خاصة ان انا لغاية التسعينات من القرن الماضي الواحد ما كانش ممكن يسمع عن هذه الكوبيات الا هذه الاسطوانة اليتيمة والاسطوانتين اليتيمتين في الواقع، نقل من كوبيات على اسطوانات اتعملت من قبل شركة ميشيان في سنوات الحرب العالمية الأولى، والجودة منخفضة إن لم نقل معدومة تماما، ودي خروشة أكتر منها صوت عبد الحمولي اللي بيتسمع من الاسطوانة. ولكن في بداية هذه الألفية أولا تم نقل عدد من الكوبايات بصوت عبد الحمولي وغير عبد الحمولي من قبل جامعة كاليفورنيا، جامعة جنوب كاليفورنيا في سانتا باربارا، وهذه التسجيلات في متناول الجميع، المطلوب فقط الذهاب إلى موقع University of California سانتا باربارا ويتاح للجميع أن يقوم بتنزيل هذه الملفات الصوتية. وأخيرا مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية أي محصوبتك يا سيدي ومحصوبة الجماهير هي التي قامت أيضا بشراء عدد من هذه الكوبايات من مجموعات خاصة في مصر، والصوت اللي طالع من هذه الكوبايات هو بدون مبالغة أحسن بكثير من الصوت المسموع من النقل اللي تم في كاليفورنيا في سانتا باربارا. وخلينا نسمع حتى بقى من صوت عبد الحمولي. ماشي يا مولانا، نسمع حتى من صوت عبد الحمولي. وقبل ما نسمع نقول انه عبد الحمولي لما مات رثته مصر كلها تقريبا، وخاصة أمير الشعراء أحمد شوقي بيه. ما هو فعلا قال سعادة شاعر أمير الشعراء أحمد بيه شوقي: ساجع الشرق طار عن أوكاره وتولى فن على آثاره، سلب الفن ألحن الطير فيه والمتين المكين من أوتاره، عبد بيد أن كل مغن عبده في افتنانه وابتكاره، كان مزماره فأصبح داود كئيبا يبكي على مزماره، معبد الدولتين في مصر إسحاق سميين رب مصر وجاره، في بساط الرشيد يوما ويوما في حما جعفر وضاف ستاره،
يسمع الليل منه في الفجر يا ليل، فيصغي مستمهلا في فراره. فجع الناس يوم مات الحمول بدواء الهموم في عطاره. وزمان أنت الرضا من بقاياه، وأنت العزاء من آثاره. كان للناس ليله حين تشدو، لحق اليوم ليله بنهاره. Thank you.